مرحبا بكم. اليوم في كاين محسن عندي موعد مع أمينة في المارشي، غادي نتقداو بجوج بلا ما نستعملوا الاكياس ديال البلاستيك. اجيو تشوفوا معنا. اهلا أمينة. اهلا، شو دايره؟ لاباس عليك؟ الحمد لله. هانية. الله يبارك فيك. جيتي معاك أمينة فاش تقدا حيت ما بقاتش الميكا في خباري، ولكن نسيت شنو المعمول. ماشي مشكل، انا جبت معايا الكروسه وجبت معايا القفه، اليوم غنتقداو في القفه. واخا. السلام عليكم الشريف. عليكم السلام الشريف. دابا هذيك الخضره الثقيله نديروها مباشره في القفه. دابا داكشي اللي ثقيل غيدار لتحت. اييه. وداكشي اللي غادي يتخسر غيدار من الفوق. كاينه الشكاره باش غنديرو مطيشه باش ما تخسرش. انت كتعجبني. لا لا هي كاينه تبارك الله. كاين ديما ما حسن. نعناع جوج قبيطات. دير جوج قبيطات. نعناع حتى هو نديرو في هاد الساشي. اييه باش يبقاو مفرقين، معناها ما يتخلطش مع الربيع. ما يطلقش الريحة. ها نعم، شفتي دابا مطيشة هي اللي حساسة، نخليوها هي الفوقانية. باش ما تخسرش. اختي شوميشة دابا فاش غنديرو الزيتون؟ كاين محسن دائما. شريف السلام عليكم، فاش غادي ديرهم الحاج؟ كاين هادي، هاد البواطي هادي. هو عنده الحل. الله يحفظك. واحد حامضه مصيره. واخا صافي. شكرا. بالنسبه للديسير بحالو بحال الخضره، التفاح هو التحتاني قصح، وفوق منو البنان باش ما يتماسوش يبقاو مزيانين. وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي تواكب قانون منع الأكياس البلاستيكية عبر توفير الحلول البديلة من طرف مهني القطاع.